كبيرة مميزة ناضجة مدبرة لأموري. أنا حمق فطري هبة من الخالق تعالى. أوجدني الله مع وجود الإنسان. لا شك أنكم تعرفتم علي. إذن من أنا؟ أنا التي تتجسد في إرادة الناس في أن يكونوا أحرار طرقاء ضامنين للعيش الكريم. في مجتمعنا تسود سلوكات خاطئة سنبوها أجيب خطر أعيد في مجتمعنا تسود سلوكات خاطئة سببها أن الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي لي فيسقطهم ذلك في فخ العبودية أو الفوضى. أنا أسمح للفرد بالتصرف والممارسة داخل إطار قانوني وأخلاقي ودين. القوانين والتصاصير ما وضعت إلا لحمايتي. المواطنون يحتاجون إلي وأنتم كذلك لأنهم لا يقدرون العيش من دوني. أنا وجدت قبل كل دستور وقانون. أنا هي قوام الحياة والحياة قوامها العمل والعمل لا يتحقق إلا إذا كان الإنسان متمتعا بي. التي أتحقق بفعل أن يكون للإنسان عمل تام يثقله ويبرع فيه ويتقاضى عنه أجرا ويحقق به حاجياته الضرورية حتى لا يكون في حاجة إلى من يعينه أو ينفق عليه. أنا مطلب ضروري وهدف يبحث عنه كل إنسان افتقده. فبحرية التعبير مثلا تتحرر الطاقات ويتمكن الفرد من الخلق والإبداع. الشعوب المتخلفة أشد طلبا لي بينما الشعوب المتقدمة لا تبحث عني لأنها تمتلكني. أنا التي أضمن الحق وأسمح بأداء الواجب. نعم وأسمح بأداء الواجب من غير اضطهاد ولا إرهاب. أنا لست مجرد قول بل أنا ممارسة وعمل وسلوك داخل إطار قانوني وأخلاقي وديني. من تجاوزها افتقدني. أنا التي أحترم في الناس حق الحوار والنقاش ويتعايش العالم في ساحته كما أنني أرفض الفوضى والتعنت. أنا التي أقبل الحق وأعترف بالاختلاف مع الآخر. أنا التي تغنى بي كل الأحرار في العالم وجعلوني قبعة فوق رؤوسهم. فكم مداد سال في وصفي نثرا وشعرا وكم دماء خطبت تراب الأوطان من أجل أن أرفع رأسي نحو السماء ويدوي صوتي في الآفاق. ألم ينكر الفاروق على الناس ظلمي حين قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أتمنى أن يسود التسامح والتعايش بين الشعوب المستضعفة والقوية حتى أتبوأ المكانة اللائقة بي بينهم وأن يفهم الناس حدودي ويحترموا هذه الحدود لأنني قوام الحياة السعيدة والهدى والتي قوامها التحلي بالصدق والوفاء حتى يحافظوا علي من خلال سلوكات وتصرفات مضبوطة بقواعد القانون والأخلاق والدين حتى لا يفتقدون. أنا التي أضمن للناس
الكلام والتهميش. أحب الناس وأعشق الحياة وأكره العنف والظلم. يحبني الكبير والصغير فأنا العلوة الحياة وصفاء وجودي. سأبقى على دوام تلك الشعلة المتقدة.